وممكن السحر يبقى قوي جدا لدرجة ان يخلي ست تخلف ماعز. ده اللي حصل في نيجيريا في واحدة من اغرب القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك. سنة 2020 سيدة اسمها الفونسينا من نيجيريا، الست دي خلفت اكتر من 6 مرات اطفال عاديين جدا ما فيهمش اي عيوب خلقية ولا اي تشوهات خلقية من اي نوع، ده غير ان عيلتها بالكامل ما بتعانيش من اي مشاكل ليها علاقة بالعيوب الخلقية. لكن في الولادة رقم 7 لالفونسينا في نيجيريا كان المولود حاجة تانية خالص. القصة بدأت قبل تاريخ ولادة الفونسينا بحوالي سنة، كانت بتسمع عن ساحر قوي جدا في نيجيريا، الساحر ده بيقدر يعمل بعض التعويذات الغريبة اللي بتخلي المولود يجي على حسب احتياج الأب والأم، يعني من خلال السحر يقدر الأب والأم يحددوا نوع الطفل وشكل الطفل وعلامات مميزة ممكن الأب والأم يحتاجوها، وعلشان كده في أعمال سحرية كتير منتشرة في أفريقيا. لكن العمل السحري اللي تم مع الفونسينا ومع 3 قصص غيرها كانوا أغرب من بعض. خلال مدة الحمل الدكاترة أكدوا إن هم ما كانوش قادرين يحددوا من خلال السونار والأشعة المقطعية اللي بتتم على الرحم علشان يشوفوا نوع المولود أو أي مشاكل موجودة عنده، ما كانوش قادرين خلال السنة يحددوا نوع المولود. وكان عندهم مشكلة كبيرة إن الشكل العام اللي ظاهر بيه المولود إن هو هيعاني من مشكلات لها علاقة بالتشوهات الخلقية، وهم عرفوا الفونسينا وعرفوا جوزها إن هي دي الحالة اللي غالبا طفلها هيتولد بيها. لحد ما جت يوم الولادة الفونسينا خلفت ماعز، وماعز مش مقصود بيه إن طفل مشوه خلقيا فواخد شكل الماعز، هو اللي تم ولادته بالفعل من الفونسينا هو ماعز متكامل بكل تفاصيله بالظبط. حكاية الفونسينا هي مش الحالة الوحيدة او الحكاية الوحيدة اللي موجودة في نيجيريا حصل لها كده، وكمان في اماكن خارج نيجيريا حصل فيها نفس الفكرة، لكن هنقولها كمان شوي. قبل موضوع الفونسينا ب4 سنين وتحديدا في 2016 كان في سيدة في نيجيريا بتعاني من عدم الخلفة اساسا، وعرفت ان في نيجيريا في مركز اجتماعي متخصص في مساعدة الاسر على الانجاب، ولجأت ليهم علشان الست دي ما كانتش بتخلف لمدة 2 سنين. ولما راحت المركز ده بعد 3 شهور حصل الحمل، وخلال فترة الحمل كان نفس الوصف بتاع الفونسينا بالظبط، الدكاترة مش قادرين يحددوا نوع المولود ولا قادرين يفهموا هو ايه التغيرات اللي موجودة في شكل المولود. وبرضو لما السيدة دي خلفت مولودها ونزل على شكل ماعز بالظبط، لكن مولودها كان نازل في شكل طفل بشري لكن الرأس فقط هي اللي واخدة شكل الماعز. وساعتها طلعت اشاعات ان المركز الاجتماعي اللي موجود في نيجيريا ان هم بيستعينوا ببعض الصحراء والدجالين والمشعوذين علشان يعالجوا بعض المشاكل عند بعض الاسر، وهنا تم اتهام المركز بان هم بيستعينوا بساحر وان الساحر ده بيعمل بعض التعويذات اللي بتخلي عملية الحمل اللي بتتم عند السيدات هناك ما بتحصلش بشكل طبيعي وانما بتحصل عن طريق الجان، يعني الجن هو السبب الرئيسي في وجود الخلفة. لكن قضية الفونسينا تختلف حبة عن القضية دي، لان الفونسينا خلفت ماعز كامل حقيقي، والحكاية دي تشبه بالظبط حكاية حصلت في الهند، لكن المرة دي كان بشكل مختلف شوية. ان ماعز في الهند بعد ولادتها انجبت ما يشبه بالطفل البشري بالظبط، وبعد الولادة دي في الهند كان في ناس كتير جدا بيتسألوا ايه اللي يخلي ماعز يلد مخلوق بشري. اعمال السحر منتشرة في افريقيا جدا، لكن ان الساحر يوصل لمرحلة ان يعمل اعمال سحرية او طلاسم يخلي الست تخلف مخلوق غير بشري، دي حاجة في منتهى الكفر. والسحر بيعتمد بشكل اساسي على شكل الماعز لانه اقرب شكل للشيطان. انما حكاية الفونسينا والعمل السحري اللي يخليها تولد ماعز دي حاجة ما سمعناش عنها قبل كده. سلام عليكم.